مساء الخير على الجميع من إذاعة الجميع مارينا أف أم. في مثل هذا اليوم من كل عام 23 سبتمبر تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني، وأنا يعني ما راح أقول يومها، بذكرى يومنا جميعا واحتفالات المملكة العربية السعودية وكل الدول الشقيقة هي احتفالات لنا واحتفالات لشعوبنا، ويحق لنا أن نحتفل وأن نتباهى أمام الآخرين أمام بهذا التاريخ الحافل، واليوم اللي يوافق طبعا تاريخ توحيد أجزاء من المملكة على يد المؤسس الملك الراحل عبد العزيز آل سعود طيب الله فراه، ونتمنى الرفعة والنهضة دوم لأهلنا في المملكة العربية السعودية. احنا ابو يوسف اليوم نحتفل ب 93 سنة من الزعامة والريادة لأعظم قصة نجاح في القرن 21. هذه الدولة اللي حققت نمو يعتبر الأسرع على مستوى العالم كله، مو بس على مستوى المنطقة. اليوم مو فرحة السعوديين بس يا ابو يوسف، اليوم فرحتنا كلنا. احنا نقول يا أهل الرياض، يا أهل جدة، يا أهل مكة، يا أهل المدينة، يا أهل الدمام، يا أهل الخبر، يا أهل الحايل، يا عيون جدي، الشمال والجنوب والشرق والغرب ووسط السعودية، نحبكم 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 من الكويت. نعم نحبكم وبملء الفم نقولها، وإحنا نشارككم هذه الأفراح والليالي الملاح، لازم مع الأفراح تجي الليالي الملاح، وهذه دعوة مني الآن لكل مستمعينا أينما كانوا للتواصل عبر طبعا تليفوننا 22 20 90 4، هذا رقم التليفون. يسعدنا تلقي التهاني لأشقائنا في المملكة العربية السعودية من خلال هذا الوقت اللي اليوم ننطلق فيه في يعني احتفالية على الهواء مباشرة من إذاعة تلفزيون المارينا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ويسعدنا مشاركة جميع الأحبة طبعا مواطنين ومقيمين من أيضا إخواننا العرب إذا حابوا يتشاركون معنا في هذه الساعة، ونقول لهم الساعة المباركة، وكلنا يعني يحق لنا أن احنا نحلم أكيد ونحقق، نحلم ومو بس نحلم ونحقق ونعيش الحلم اللي وصلوا له في المملكة العربية السعودية، يعني بطريقة فاقت التوقعات، بطريقة الوتيرة السريعة اللي ينتهون من مشروع ويقفزون إلى الآخر. يوسف اللي مراقب للوضع السعودي بشتى المجالات، على الوضع الاجتماعي، على الوضع الثقافي، على الوضع الفني، عندهم قاعدين نلاحظ إنجازات عظيمة وتحقيق أرقام عظيمة يعني بفترة وجيزة. صحيح. علشان كذي أنا قلت يعني هي هذه الصيغة قالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية، رؤية السعودية 2030، في مقابلته الأخيرة في فوكس نيوز. هذه أعظم قصة نجاح في القرن 21. يعني في نهاية المقابلة يسألونه يقولون له شلون يعني شلون نقول حق الناس تعالوا زوروا السعودية، فقالهم راح تطوفون هذه القصة، وفعلا احنا على 22 20 90 4 ننتظر اتصالاتكم وننتظر مشاركاتكم، نبي نفرح معاكم باليوم الوطني السعودي اللي صادف 23 9. نعم، وايضا يعني اليوم فريق الاعداد اخونا صالح دويخ ايضا اعد تقرير بهذه المناسبة، نشوف ونتابع هذا التقرير ونرجع لكم على اذاعة تلفزيون المارينا. نحلم ونحقق، مو بس كلمات أو شعار أطلقته الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية مؤخراً على لسان المستشار تركي آل شيخ، كهوية جديدة لليوم الوطني السعودي الذي يصادف اليوم 23 سبتمبر. هو مشروع وطني بدأت تفاصيله منذ عام 1932 عندما قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه بتوحيد وتأسيس المملكة، وصولاً إلى هذا اليوم الذي ارتقت فيه المملكة لمكانة رفيعة منذ تبني سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لمشروع 2030، واللي يبدو أن الأمير الشاب الطموح يقفز فيه بخطوات واسعة لاختصار الزمن لتحقيق أحلام السعوديين، واستلهمت الهوية الجديدة
من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، فانعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية 2030، وهو اللي جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة. اليوم الوطني السعودي هو ملحمة وطنية لقصة توحيد المملكة وتأسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه. ففي مثل هذا اليوم من عام 1932 سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه على مدى 32 عاماً بعد استرداد لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه في 15 يناير 1902 ميلادياً، وفي 17 سبتمبر 1932 صدر مرسوم ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية. واختار الملك عبد العزيز يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر عام 1932 يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية. ومن مارينا اف ام ومارينا تي في نقول كل عام والمملكة تنعم بالرفاه والرخاء تحت القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. رجعنا معاكم على الهواء مباشرة، أنا وسارة سويدان موجودين في إذاعة وتلفزيون المارينا احتفالا باليوم الوطني السعودي رقم 93. ما شاء الله تبارك الرحمن. أي والله، يعني هذه السنوات اللي مضت خلينا نقول كانت سنوات محورية في المنطقة أبو يوسف. يعني أنا تعرفت معرفتي يعني في الشعب السعودي، راح تستغرب أبو يوسف، تعرفت على عالم الفيديو جيمز وعلى السعوديين من عالم الفيديو جيمز. وهذا كان محور يعني أثار يعني صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان في لقاء الأخير. صحيح، وراح تستغرب إن أول شيء تعلمته منهم البلوت وعشقت بس البلوت مو فيديو جيم. يعني شو في العالم الافتراضي، والسعوديين ما شاء الله عليهم يعني متمرسين في الألعاب الفيرتشوال لايف والألعاب الخاصة بالعالم الافتراضي. وفي العالم الافتراضي عاد لك أن تتخيل اللي يصير واللي ما يصير. من ضمن الألعاب اللي موجودة ويلعبونها في العالم الافتراضي كانت لعبة البلوت. يعني أنا عرفتها في العالم الافتراضي، بعدين اكتشفت أنها هي أبليكيشن. تعال انزل لي بالمين. وصن وحكم. لا صديقين، عاد أنا الورقة مالي فيها نهائيا. ليش؟ لأن من قبل يعني ألعب أنا أتنرفز وما أحب أعتمد على غيري يكون أحد بالفريق، فالموضوع وايد يوترني. بس عطفا على الموضوع، أبي يعني ملخص أبرز ما جاء في لقاء صاحب السمو الملك الأمير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. شنو أبرز محاور اللقاء اللي تم إجراءه للناس اللي ما تابعت؟ خلينا نقول بما يخص ده، احنا قاعد نسولف عن موضوع الفيديو جيمز. سأل المذيع في نهاية اللقاء قال له شلون تروح عن نفسك داخل السعودية، فكانت الإجابة إنه هو قال أنا فيديو جيمر، أنا ألعب فيديو جيمز ومن يعني أقضي فيها ساعات مع العائلة مع ربعي، ومن الناس اللي عاشقين حق هذا الموضوع. ويقول لك يعني حتى من المفارقات اللي ذكرها إن المنافسة ما بين العالم الفيديو جيمز وهوليوود بدأت تصير يعني على قولتهم على مصف بالنسبة لي عدد المشاهدات من الناس. يعني إذا كان اليوتيوبر أو اللاعب الفيديو جيم يجيب 2-3 مليون على اللعبة الواحدة اللي يلعبها، فبدأ يفوق عالم هوليوود بالمشاهدات اللي ممكن يحققونها بالأفلام. فهذا الشيء جدا يعني جدا مهم أن مسلطة عليه المملكة العربية السعودية الضوء عليه وعلى الألعاب الرياضية الإلكترونية، وتعتبر يعني لها مكانة محورية في تحقيق عائد استثماري يوصل من 15-25% أبو يوسف. فمو شيء بسيط، مو رقم بسيط. وفعلا يعني أنا شيء عايشته واقعيا
اهتمام الشعب السعودي في هذا العالم يعني يتطلب منا احنا ان احنا نشوف أهمية الالتفات حق الرياضات الإلكترونية. نعم، وأنا عجبني أيضا في جزئية يعني تنوع العمل في قطاعات مختلفة لتخدم بالنهاية البلد بشكل عام. والموضوع لما تتكلم اقتصاد أنت لازم تفعل غير الموضوع الصناعات، موضوع الترفيه والسياحة، لأن يعني هذا لا أثر على هذا والعكس. فبالتالي العمل الكبير اللي صار في القطاع السياحي السعودي مؤخرا هذا يعني ما يثبت إلا أن كانت هناك رؤية وكان هناك حلم، وبالفعل تحقق يعني هذا الحلم. والآن أشقائنا في المملكة العربية السعودية هم الآن في طور الإعداد والاستعداد لرؤية 2040 اللي راح تنطلق في بعد كم سنة، راح إن شاء الله تتبلور أبرز ملامحها ويتم الإعلان عنها أعتقد في عام 2028 أو 2029. وهذا أمر دلدل على أن هناك يعني رجال دولة يقومون بأدوارهم بالشكل الصحيح اللي ينعكس على طبعا سمعة البلد وعلى أرقام البلد وتطورها. بالمناسبة أيضا ربعنا عندهم تقرير عن السياحة والرياضة في المملكة العربية السعودية والنقلة النوعية اللي قامت فيها وأيضا نقلت معها المنطقة وزاد حتى التنافس فيما بين الدول. والآن السعودية في الصدارة صراحة في موضوع الترفيه والسياحة، يعني من بقى من فنان ما وصل المملكة العربية السعودية لايف وشافوه على واحد من مسارحها. الحفلات الآن الكل يقيم حفلة، لكن دائما حفلة المملكة العربية السعودية غير ومختلفة، ويحضرونها من كل أرجاء الوطن العربي، بل هناك يعني الشريحة أيضا اللي يخاطبون الجيل الجديد بمن يحبون. وبالتالي وجدنا أسماء عالمية تتواجد على مسارح المملكة العربية السعودية، صراحة برافو يعني، وناس تشتغل وبالتالي تجد أكيد النتيجة، ومتى ما كانت النتيجة جميلة يكون فيه هناك إيكو أو صدى جميل لمثل هذه النتائج. فهنيالكم يا المملكة العربية السعودية بقيادتكم، وهنيالكم بشبابكم ورغبتهم وطموحهم، الأحلام تتحقق والمملكة العربية السعودية تحلم وتحقق. برافو للسعوديين أشقائنا، ومنكم نستفيد إن شاء الله. أثبتت المملكة العربية السعودية أنها قادرة على الاستقطاب السياحي وصناعة سوق سياحة عالمي في فترة قصيرة، وذلك من خلال التدفق السياحي الغير مسبوق الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة. الإصلاحات والتنظيمات الجديدة التي أقرتها الدولة المتعلقة بقطاع السياحة السعودي كان له دور كبير في إنعاش القطاع، وانعكست إيجابياً على السياحة السعودية وعلى المستثمرين السعوديين في القطاع، حيث فتح لهم باب عمل جديد بالإضافة للشركات التي شرعت في وضع خطط وبرامج لجذب السياح من أمريكا وأستراليا وأوروبا وشرق آسيا إلى المملكة. ولمواسم الترفيه لا سيما موسم الرياض أهمية فيما سبق، خصوصاً مع التحضيرات التي بدأت مبكراً لهذا الموسم تحديداً، والتي ستستقطب فرق عالمية وأعمال مسرحية خليجية وعربية، إضافة لحفلات غنائية لألمع نجوم العالم والوطن العربي، وتوفير أماكن ترفيهية مدعومة بما يلزم من إمكانيات لوجستية ضخمة. وأولت المملكة اهتماماً واضحاً في جميع الفنون، سواء كانت التراثية والشعبية الغنائية أو التمثيل والمسرح، من خلال إعطاء الفرص الكاملة للشباب. وجاء هذا الاهتمام نتيجة للمخزون الثقافي الكبير الذي تتمتع به المملكة لمختلف الفنون المنتشرة على أراضيها، والعمل على دعمها وأحياء القديم منها. وبنفس هذا الإطار كان الاهتمام في المجال الرياضي من خلال توفير المنشآت الرياضية المناسبة واستقطاب نجوم العالم في دوري روشن، وتطبيق نظام الاحتراف الكلي في كافة الألعاب الفردية والجماعية، والتي أعطت نتائج إيجابية بجميع الاستحقاقات الأخيرة التي عكست نجاح لإعداد مناسب لجميع الفئات الخاصة بالرياضيين. كل هذا في المملكة، وتخيل أكثر.
رجعنا معاكم في هذا البث يعني احتفالا باليوم الوطني السعودي 93 ونقول لأهلنا في المملكة العربية السعودية كل عام وأنتم بنعمة ورخاء وأمان إن شاء الله. كل عام وانتوا تفخرون وإحنا نفخر فيكم، كل عام وانتوا تحلمون وإحنا نعيش الحلم معاكم ونحقق أحلامنا المشتركة معا إن شاء الله. أيضا يعني في مثل هذه الأحداث إحنا دائما يسعدنا أن نأخذ اتصالات يعني ونتشارك بمشاعرنا مع أحبابنا مستمعينا مستمعين المارينا. ما عادش اتصال من فاتن، قولي ألو. صباح صباح الخير، متعودة على لغم صباح ما تلامينا. مساء الخير يا فاتن. أول ما سمعت فاتن كان يصير فيني صباح الخير. يسعد مساك يا فاتن. أول شيء يعطيكم ألف العافية يا المرينة يلي أنتوا دائما متميزين وفارقين عن غيركم، ودائما أفكاركم قوية وحلوة ومتميزة دائما دائما، يعطيكم ألف ألف عافية. الله يعافيك يا فاتن، وايد حلوة المشاركة مالتكم تجنن من ذوقك يا فاتن، لأن مستمعينا ذوقين. هلا مستمعينا ذوقين، عشان كذي يعني نحاول نقدم المستطاع لكم. والله الصدق صدق صدق انتم متميزين والله جد، يعني باجي الاذاعات يعني ما بيأثر احد، بس صدق مو نفس انتم وغير كوكب المارينا غير. فاتن شنو تقولين لاشقائنا السعوديين بيومهم الوطني 93؟ اقول لهم يعني عليهم بالف عافيه الصراحه، ويا ريت يسبقونا وياهم يعطونا باكر اطلع عشان اروح احتفل وياهم. ومش ان شاء الله تمشي ان شاء الله تمشي. وبعد صدق يعني شيء حلو، شيء فخر ترى، وايد وايد حلو تبارك الله. شنو اللي شنو اللي يعجبك في السعوديه مؤخرا؟ احب طريقه ثقافتهم وطريقه تطورهم، يعني تبارك الرحمن الثقافة اللي عندهم وتطورهم يعني تواكب اللي يعني شو أقول لك اللي لا ما تواكب، هم غير هم فارقين بعد. زين فاتن أنت ما شاء الله يعني تبارك الرحمن ما شاء الله مستمعة يعني مخلصة للمارينا وبرامجها، أنت صرتي واحدة منا وفينا زين، وإحنا اليوم نحتفل بهالمناسبة نخليك مذيعة مذيعة اللحظة. الآن معاك اتصال من ماجد، يلا رحبي فيه وقدمي ويانا يعني خليه باللوب. حياك الله أخوي ماجد، يا ريت نعرف أنت من وين. ألو تفضل مايك معك. يا هلا مرحبا، أنا من الكويت. حياك الله يا ماجد. حياك الله وحني شعب السعودي العيد الوطني، وحنا معاكم وفرحنا فرح مو طبيعي الحمد لله. عساك على القوة يا حبيبي. بس في شغلة واحدة تفضل، إذا ما عندهم عيد هذا أحلى عيد تجيهم. شكرا شكرا يا ماجد، شكرا يا هلا ومرحبا. فاتن شكرا لك، يعطيك العافية. حياكم الله. حياكم هلا وغلا هلا وغلا. اللي يبي يشارك معانا أنا وسارة على 22-20-90-4، إحنا معاكم على الهواء ل يعني غاية ساعتين قدام إن شاء الله، معاكم لغاية الساعة 8 ويعني ساعة وثلث شوية، ساعة وساعة وثلث صح؟ ساعة وثلث ولا أنا ما أعرف أحسب، ساعة وثلثي بالتعش أنا ما أحسب، ساعة وثلثي ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة. راح نكون معاكم على الهواء، فاللي حاب يعني يشارك العالم مشاعره باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة 93 حياكم الله على 22-20-90-4. وأذكر إن شاء الله بعد شوي راح نكون في بث مشترك ومباشر مع الزميلة MBC FM، وراح يشاركونا الزملاء محمد العلوي من عمان اف ام، وحاتم البدراني من MBC FM، واحمد المجيني ايضا من الامارات اف ام، ويونس العيد من بحرين اف ام، ورولا المهندسه رولا الغزاوي من حبايب اف ام، والاخ العزيز والزميل سلمان النجادي من 360 اف ام، ومارينا اف ام راح تكون ايضا يعني جزء من هذا الحدث ومن هذه المشاركه الاعلاميه مع الزملاء في الإذاعات الأف أم العربية والخليجية. معاش اتصال، قولي ألو. ألو مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا يا هلا بك. يسلمك، منو معاي؟ معاش مهدي القشاني.
ما اسمع منو؟ مهدي، مهدي اليامي. يا هلا يا مهدي، اهلا وسهلا. من وين يا مهدي؟ من صباح الاحمد طال عمرك. حياك الله يا مهدي. الله يبارك. شو تقول في هذا اليوم الجميل؟ نقول كل عام والسعوديه وشعبها بخير واحلى من يكبر يا سعوديتنا. امين يا رب. والله عقبالنا ان شاء الله. آمين يا رب. آمين. وشكرا على المشاعر الجميلة، وشكرا على مشاركتنا هذه الفرحة يا أخوي. شكرا يا مهدي، عساك على القوة. يبدو أنك في السيارة، درب السلامة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا، الله يعطيك الصحة والعافية. إحنا متواجدين معاكم خلال الساعة وثلث الجاية إن شاء الله في هذا البث المباشر من إذاعة وتلفزيون المارينا. اللي موجود يعني وأيضا حاب يشاركنا يقدر يتواصل ويانا على 22 20 90 4. أنا وسارة سويدان موجودين على الهواء، ويسعدنا تلقي اتصالاتكم من يعني كل مكان في الكويت أو خارج الكويت. إحنا سعيدين جدا بأن نكون جزء من هذا الحدث الأبرز، يعني اللي هو اليوم الوطني السعودي 93. وأيضا يعني دائما في مثل هذه المناسبات لابد أن تكون هناك وقفة من واحد من هامات الكويت والخليج الفنية، الأستاذ الفنان القدير الوالد العم أبو بدر، الفنان سعد الفرج. مساك الله بالخير. هلا هلا ويا ابو هلا، حياكم الله ويعطيكم العافيه. الله يعافيك ويسلمك. شلونك؟ كلش تمام الحمد لله. العم ابو بدر وياي على الهواء في المارينا. ودي اصدق. يا هلا هلا. شلونك عمي؟ عساك طيب. حبيبي. انا سعيد اني التقي فيك من بعد اخر لقاء معاك في برنامج القايله في اذاعه كويت اف ام قبل يمكن 8 سنوات. كنت سعيد جدا. حياك الله وانا اسعد. الله يحييك. ويعني والاجمل بان يعني يكون اللقاء الثاني في الذكرى 93 لليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه في يومها الوطني لليوم نحتفل فيه. العم ابو بدر الفنان القدير سعد الفرج شو يقول بهذه المناسبه؟ والله هذه المناسبه انا في لقاء يمكن قبل كم سنه دخول السعودية قابلوني وخذلني الميكروفون في مطار الرياض. ليش؟ فسألوني شنو شعورك أنت وأنت بمطار الرياض في عاصمة المملكة العربية السعودية. قلت والله أنا أحس مثل الرضيع اللي يحس أنه في حضن أمه. الله الله. ليش قلت هال يعني شنو اللي شفته اللي خلاك تقول هالكلام؟ شو اللي شعرته في وقتها؟ لاني عشت ايام احتلال الكويت، وكان في شهر 11 انا خرجت من الكويت معي ابني في حاله يرثى لها واسرتي. نعم. واحتضنتني المملكه. نعم. يعني لا ينسى الموقف اللي انا شعرت فيه بدخولي للمملكه. فعيد المملكه هو عيد مو عيد الكويت بس، هو عيد الخليج وعيد العالم العربي والاسلامي. المملكه اليوم هي امنا الخاليه، امنا اللي يعني بتخاف علينا زي خوفها على نفسها. ادام الله عز المملكه وادام جلاله الملك سلمان وسمو ولي عهده أمير محمد بن سلمان، الله يحفظ المملكة ويديم عزها والله يحفظها لنا إن شاء الله والشعب. آمين. وتعم أبو بدر لك علاقات طيبة مع الكل، لكن لو تكلمنا عن لقاءاتك مع الملك الراحل الملك فهد. نعم. شنو أبرز الذكريات اللي ممكن اليوم إحنا نوثقها للتاريخ؟ والله أنا عملت مسرحية حتى كتبتها قصة. نعم. ما الكويت إلا السعودية وما السعودية إلا الكويت، نتيجة لي أول ما خرجت أنا وتمكنت برؤية جلالة الملك فهد الله يغمد روحه الجنة، قال لي بلغ كل كويتي أنه لن يهنأ له عيش ولن يهنأ له نوم ما لم ترجع الكويت، ويا اما نرجع ترجع الكويت او ان نطيع احنا والكويت.
فهذا كلام يعني لا ينسى ولا يقدر بثمن، مستحيل الواحد ينسى. قالها لي جلالة الملك الله يغمد روح الجنة لي شخصي يعني. عسى الله يرحمه وعسى الله يطول لنا بعمرك يا حبيبي يا عمي. حبيبي الله يبارك فيك، عسى الله يحفظك. وأيضا يعني بنيتك سارة سويدان أيضا لها مداخلة بتتكلم معاك عن أبو بدر. حبيبي تشرف فنان القدير سعد الفري، أنا سعيدة جدا أني أسمع صوتك وتكون أنت أول فنان يعني أحظى بأني أنا أشاركه بهذا الاتصال. حبيبتي الله يبارك فيك طول عمرك. فناننا القدير، انا بس يعني حابه اسالك سؤال. تفضل. بما يخص خلينا نقول يعني مشاعر الناس ومشاعر الفرح ومشاعر الحين اللي مثاره الحين في الاجواء حوالينا باليوم الوطني. نعم. كلمه توجهها خلينا نقول حق يعني الوطن، وطننا الكويت، شنو ممكن تقول في هذا خلينا نقول المحفل، بحيث ان احنا نظرتنا حق السعوديه او نظرتنا حق الاحتفالات في المملكه العربيه السعوديه تاخذ صدى الاخوه وصدى ان احنا اشقاء معاهم. انا اقول ان لو لا سمح الله حصل للمملكه العربيه السعوديه أي حادث، أي عدوان، أي لا سمح الله، أنا بقول إنها يعني يجب أن يفديها أهل الكويت كما فدتهم المملكة في عز مأساتهم. فالمملكة هي يعني هي إحنا ما نقول وطن ثاني، ما هي الوطن الثاني، هي الوطن الأول مثل ما الكويت وطننا. صحيح. فهذا الكلام موجه يعني لجميع. وأنا أصلاً قصة اللي كتبتها ما الكويت إلى السعودية وما السعودية إلى الكويت، عندما رأينا الدماء تختلط دم الكويت والسعودي كان دمه واحد. صحيح. نعم. عساك على القوة يا عمي، مشكور. ولو أنت يمي هني كان مطخطك على راسك، عسى الله يحفظك. حبيبي الله يحفظك. مشكورين. يا هلا ومرحبا. انتم مشكورين لان كل هذا الكلام اللي قاعد تقولونه على المملكه يعني يريحنا ويسعدنا. عسى الله يحفظك، عسى الله يحفظك. يعطيكم العافيه. شكرا. الله يعافيك. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا. وهذا الفنان القدير العنبو بدر سعد الفرج كان معنا على الهواء مباشره. ساره تقدرين تاخذين هالاتصال؟ الو مساء الخير وعليكم السلام. يا هلا. يا هلا بيك. منو معاي؟ سامي علي مصري. اهلا يا سامي، اهلا باهل مصر. يا اهلا بيك يا اخي، يا اهلا بيكم، يا مرحبا. كل عام والامه العربيه كلها بخير. امين يا رب. والمملكه العربيه السعوديه بخير، والشعب السعودي والخليج بعامه، وتحيا الامه العربيه وتحيا السعوديه والكويت والامارات، وربنا ان شاء الله يكونوا في امن وسلام اليوم الدين ان شاء الله. آمين يا رب يا رب. الله يسعدنا وياك يا رب وياهم. أنا والله من زمان متابع وعاوز أتصل عليكم، بس مشغول مش قادر أتصل يعني. وإيش وياك الاتصال في أجمل يوم. الحمد لله والله أنا أحب الله، ويريد تسمع أغنية هذا السعودي فوق ثاني. يبونها هذا السعودي. إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر. اليوم إن شاء الله راح نمتعكم بأكبر قدر ممكن من الأغاني الجديدة والأغاني المتاحة. تعرفون أغنية هذا الكويتي فوق بعد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا 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 لك. شكرا. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك الصحة والعافية. احنا معاكم خلال هذه الساعة على الهواء مباشرة من إذاعة وتلفزيون المارينا، ويسعدنا أيضا في هذه الأثناء أن نتلقى اتصال من أيضا فنان قدير وغالي على قلوب الكويت والمملكة العربية السعودية والخليج والعرب. تكلم عن الحبيب بوشعيل، مساك الله بالخير فناننا الغالي نبيل شعيل. يا هلا وسهلا، هلا فيكم، هلا وسهلا فيكم. شلونكم؟ شلونكم؟ الله يسلمكم. هلا وغلا، شو الاخبار؟ اليوم زواره؟ لا
لا شعر يوم السبت لا زواره خلصت. زواره اي لان بالويكند ما ادري في ناس زوارتهم السبت في يمعه. شلونك مشعل؟ من زمان ما شفناك. عسى عسى الصحه زينه ان شاء الله والعيال كلهم زي طيبين الحمد لله حبيبي. عسى 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 دائما يعني يعني مثل ما عودتنا وعودت محبينك دائما في كل مناسبه وطنيه لابد ان يكون لنبيل بصمه جميله فيها. اليوم بصمتك كانت مع بمشاركه الشاعر احمد علوي، خلينا نتكلم عن هذا العمل الجميل. والله شوف العمل يعني هو حبينا يعني الصوره انها تكون عمل نتكلم فيه بحب مكانه حبها اهل السعوديه والسعوديه في غلوب الكويتيين، وكان هذا الهدف من الاغنيه. والحلو في الموضوع ان طلع في خلطه ان الملحن الكويتي والشاعر سعودي، وهذا دليل ان في الفه وفي في مثل ما يقولون في تعاون بيننا كخليجيين، وفي اخوه وفي زماله وفي محبه وفي كاننا قلب واحد وكاننا في روح واحده. فعشان شيء احنا قدمنا هذا العمل بشكل مختلف عن الاعمال الوطنيه العاديه، والشباب ما قصروا اللي قائمين على هذا يعني نشكرهم واحد واحد باهتمامهم وترتيباتهم كلها، ونشكر الشاعر احمد علوي على هذا الموضوع. وطبعا انا سعيد في العمل هذا كونه ينتمي يعني موجه للمملكه العربيه السعوديه اللي يمكن لها كل حب واحترام في يومها الوطني، وكالعاده مو شيء غريب على اهل الكويت دائما متعاونين مع اخوانهم في الخليج، وعسى الله ان شاء الله يتم علينا ويثبتنا في اوطاننا امين. خلينا دائما على خير وعلى وفاق دائما، والحمد لله رب لك الحمد. الله يعطيك الصحه والعافيه بوشعيل. بوشعيل سؤال يعني انا دائما كل فنانين المملكه العربيه السعوديه لما يسالونهم عن حفلاتهم بالكويت يقول الجمهور الكويتي ويتكلم عن ذائقته وتفاعله اليوم انت مع مؤخرا ما شاء الله تبارك الرحمن نشوف حفلاتك دائما مليانه بالكويت والمملكه العربيه السعوديه، الجمهور السعودي شنو اللي يميزه؟ يعني شوف الجمهور السعودي يعني عنده حالة واحدة، إذا حبك مثل الجمهور الكويتي، إذا حبك أنت توفق طلت فوق السحاب توفق. يعني لا تحاول تسيله، يعني أكو بعض المطربين يتجاهل الجمهور ويتعالى على جمهوره ما يلقى له غفار يعني. فالمفروض أنت تكون دائما عند حسن ظنهم ودائما تكون متواجد، دائما تكون صدق رحب تتحمل الناس، لأن في النهاية هم من محبتهم معزتهم. يمكن ساعات بعض الأحيان فنانين يضايقون ببعض التصرفات، بس هذه من زود المحبة، مفروض تكون عندك روح رياضية وتحمل. نعم بوشعيل. وأنت اليوم كونك شخصية عامة أو رقم واحد في 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 في, في, في لازم تعلم عشان تكون مشهور، لازم تكون صبور وتتحمل أي شيء لك من الجمهور. عاد بوشعيل أنت ما شاء الله عليك يعني على الخشبة دائما متفاعل مع الجمهور، يعني حتى لو واحد من بعيد قط كلمة قال حجوة التفاعل أرد عليه ولطف الجو يعني إيه 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 إيه. وهذا أمر يعني أيضا مو كل الفنانين عندهم هذه المرونة، وطبعا هذا اللي دائما تخلي الفوارق بين الفنانين. عسى الله يحفظك. تعلم منك مايكل شنسو، انت بعد عيارة. مشكور بس اقول اخذ من العيار صج ترى بعد هم يقول لك يطوبك من هذا. اقول انت دخلت الفيلد، دخلت الحين بسكتنا ما شاء الله سيزنين على الراي. بعد هاوشني قال لي شنو انت شنو انت ترى ما يصير بعد انت شت علينا. قلت له انا مو بكيفي قصب اشعل، انا قصب غصبا علي دخلت شو اسوي. اقدم انا اقول لهم ما ابي الحين برتاح بقعد بيت. لا مو كيفي. لا نبيك مكسر الدنيا بوشعيل. هلا والله هلا من معي ساره سويدان. هلا ساره شلونك انت؟ بخير الله يسلمك. ترى شوف كل يوم ناقصكم واحد. منو؟ اللي ذاك اليوم رقص عندكم عفر بوكاميل. بوكاميل الله يا بوكاميل. اقول لك مو انتشرت وشاب تقول شابين ضو بغابه. لا شوف يبيلنا يعني على يوم ان شاء الله ننسقها انا وياك وساره وبوكاميل برنامج.
تعال. وترى ساره كل يوم الصبح تحط، قلت لها يبا باجي الفنانين يزعلون، كل يوم صباح الخير يا مدلل، كل يوم هي برنامجها الصبح يا شمس لا 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 تغيبي على طول، ثابته عندي ان شاء الله. ان شاء الله رتبوا خلصوا ان شاء الله رتب حبيب قلبي. وعندكم عندكم الحبيب الغالي دويخ خلاص صغيره ايه. الوخي مون هو اللي يحط يرتب، هو المواعيد عنده، هو هو المشرف العام مالي. عسى الله يحفظك. عسى الله يحفظه. مشكور يا ابو شعيل، عساك على القوه. بس خلنا اقول كلمه بس اخيره، اقول لكم مشكورين على اهتمامكم هذا الحدث، اعتبره حدث كويتي سعودي خليجي، ومشكورين، وهذا مو شيء غريب عليكم كمحطه، ومشكورين يا اهل الكويت باهتمامكم في اخوانكم في الخليج، وما قصتوا، واحنا دورنا بعد لنا دور ان احنا نكون دائما نكون سباغين في كما يقولون، ان نصير احنا نجمع الشمل ونظل على قلب واحد، وكل ما غوينا احنا كجبهه داخليه وكشعوب، كل ما غوت حكوماتنا، كل ما سنعت ديارتنا وديار الاخرين، كل ما ارتغينا في بلداننا. وأتمنى التوفيق للخليج كله، أقول آمين. 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 شكرا آمين. شكرا آمين. شكرا نبيل شعيل، شكرا لك، عساك على القوة. يا هلا ومرحبا. طيب احنا بنكمل حديثنا في وفرحتنا بهذا البث الخليجي المشترك بمناسبة اليوم الوطني السعودي، لكن مباشرة بنذهب إلى أصدقاء جدد ينضمون إلينا للتعبير عن الحب والفرحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. دعوني أرحب من الكويت وتحديدا من إذاعة مارينا اف ام بالزملاء مهند يوسف وسارة سويداني. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا ومرحبا، مساء الخير ومساء الأفراح على الجميع. أرحب فيك أخوي حاتم وبكل الزملاء المتواجدين كل ومن مكانه ومن إذاعته. جميل هذا اليوم اللي جمعنا كأشقاء لنحتفل بهذه المناسبة الغالية على كل خليجي وعلى كل عربي. أسأل الله دائما أن يوحدنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمع بيننا على خير. سعيد جدا بالزملاء، ويعني اليوم نعم الكتب تقول أن تاريخ المملكة العربية السعودية متجذر ومتأصل، بل المملكة غارقة بالتاريخ. هي وطن الرجال الأحرار الذين أسسوا دولة قوية وصامدة متطورة بكل ما فيها من خيرات، لذلك يحق لنا جميعا أن نفخر بهذه المملكة، ويحق لنا أن نفخر بهذا التاريخ، وأن نفخر بهذا الوطن، وأن نفخر بمن صنعوا هذا التاريخ المشرف. ولكم الفخر الأكبر أن المملكة تصنع كل يوم تاريخ، وأن يكون هذا بمثابة عيد ويوم وطني. فالله يزيد هذه الأيام الجميلة ويجمعنا دوم على الفرح والعز. أيضا ودعونا يعني نتفق أن تاريخ المملكة العربية السعودية لم يبدأ منذ تأسيسها، هو تاريخ حافل وممتد، حيث تشرفت المملكة العربية السعودية بأن تكون مهد ومهبط للديانة الإبراهيمية والحضارات، وهي يعني اليوم هي منبع الإسلام، واليوم تثبت المملكة العربية السعودية بأنها دولة تجمع ما بين عراقة التاريخ وأصالة الحاضر وطموح المستقبل، دولة ومملكة ناجحة متميزة ذات رسالة لها وقع وصدى، كما شهدنا مؤخرا بالنقلة النوعية اللي أحدثتها قيادة المملكة العربية السعودية، وشفنا السعودية تنتقل من مستوى إلى مستوى آخر، وترتقي وترتقي أرقامها، حيث يعني الآن المملكة هي في صدارة الدول الخليجية من ناحية الترفيه والرياضة والصناعة، والمملكة يعني مستمرة وذاهبة لأبعد حد وطموحها السماء. كل عام وأنتم بخير، عسى الله يحفظ لكم هذا البلد الجميل وهذه القيادة وهذا الشعب المنتج، هذا الشعب المتفاعل، هذا الشعب الحيوي المتحرك. هكذا تبنى الدول،
وهكذا يعني تتحقق الأمجاد، يحق لكم الحلم وبالفعل أحلامكم تتحقق إذا كانت هذه قيادتكم ورؤاها. عساكم على القوة. الله يقويك مهند، نورتنا وهي فرحتنا كلنا اليوم، فرحة اليوم الوطني السعودي، ويا أهلا وسهلا فيك وبكل حبايبنا في الكويت ومستمعين مارينا اف ام، وسعيد بوجودك معنا مع الزملاء اللي ينورونا في الاستوديو، ونفتقد جيتك لكن إن شاء الله معوضة في جيات أخرى إن شاء الله. وأنا يعني أرحب أيضا بزميلي وأخوي سلمان النجادي وهو يكفي ووفي إن شاء الله، وأيضا بالصديقة العزيزة المهندسة رولا الغزاوي، أنا أعرفهم شخص وأتشرف فيكم أنتم جميعا، وإن شاء الله اليوم هذا انفتاح معرفة جديد أنا والزملاء إن شاء الله. شكرا لك، طول اللي بعمرك وباقي معنا. بشكل سريع إن شاء الله، بس عشان الوقت بسمعك محمد شيء وبغى تعليق، تسمح لي؟ تفضل يوسف. طيب خلونا أيضا مباشرة نروح المارينا اف ام ونرحب زي من الزميلة سارة سويدان اللي تنورنا لمشاركتنا أفراحنا بمناسبة اليوم الوطني، بمشاركة كمان زملائي من إذاعة الخليج. أهلا وسهلا فيك سارة. يا هلا ومرحبا فيكم، أنا سعيدة جدا لأني أكون جزء من هذا البث المشترك كما وصفتوه، يعني خلينا نقول شيء نفخر فيه في كل العاملين في القطاع الإعلامي إن إحنا نكون جزء من هذه التقنية، وجزء يعني العمل الإعلامي التقليدي إنه يواكب السوشيال ميديا ويواكب التقنيات اللي قاعدة تطلع في مجال السوشيال ميديا ومجال التكنولوجي، ونحافظ على هذه المواقع في الإعلام التقليدي. فأنا قبل شوي أسمعكم تتكلمون عن المحاور والدور الإعلامي، يعني فعلا الدور الإعلامي علينا الحين جدا كبير في إن إحنا نتواصل مع أجيال خلينا نقول لها خصائص معينة، لها خصائص في التأثير عليها تختلف عن المشاهدين أو المستمعين اللي كنا متعودين عليهم في السابق. إذا في يوم من الأيام كانت النظريات الإعلامية خلينا نقول لها تأثير، في بعضها اختفى وفي بعضها ما زال موجود، الحين اليوم علينا الرك إحنا إن إحنا نحدث في استخداماتنا لهذه الوسائل ونتواصل مع الناس. أما بما يخص الاحتفال باليوم الوطني السعودي، أنا جدا 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 سعيدة بما أراه من تغيير، وبما أراه من وتيرة وسرعة وقصة، يعني سماها صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان أعظم قصة نجاح، هذه القصة اللي الكل الحين قاعد يعني يراقبها ويطالعها، مو ما هي حلم أو هي أسطورة، صارت حقيقة ولمسنا وقائع وشفنا مشاريع على أرض الواقع إحنا نفخر فيها. جميل، نورتينا سارة، ومستمرين معك إن شاء الله في البث الخليجي المشترك مع زملائنا محل اللمة. الله يديم إن شاء الله. رجعنا معاكم مرة ثانية في هذا البث المباشر من إذاعة التلفزيون المارينا، وتحية للزملاء في NBC FM وفي كل الإذاعات الخليجية والعربية الزميلة على هذا البث المشترك الجميل اللي تشرفنا بطبعا معيتهم بالحديث عن يعني مشاعرنا ومشاركتنا مشاعر الفرح لأحبابنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية بمناسبة يومهم الوطني 93. سارة جميلة مثل هالمشاركات بين جداً الإذاعات، جدا جدا جدا، يعني هم وصفوها بأنها كأنها مجلس للبث المشترك الإعلامي، وسلطوا الضوء على الدور الإعلامي المشترك في يعني بث رسائل المواطنة وتأثيرها على الناس. وبيوسف فعلا يعني احنا الحين في وضع يعني لازم ندرك ان المستمع تغير، ومو سهل انك انت تأثر عليه من ناحية وطنية، يعني الشيء خلينا نقول لازم ياخذ حاصلة من قبل الإعلامي ومن قبل الإدارة الإعلامية ومن قبل أي جهة إعلامية في أنها هي تدرس المسألة لتقديم مضمون جيد للمستمع أو للمشاهد، لأن ببساطة ترى صار هو يشاركنا بالرسالة الإعلامية. الأدوات اللي موجودة الحين بوسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأشياء يعني يدركونها الجماعة في السعودية، صاروا جزء من إرسال هذه الرسائل بتعليقاتهم بالكومنت ريتويت شير لايك
ريبوست. هو بمجرد ما أنه يستخدم هذه الأدوات اللي يستمع، معناته هو قاعد يشارك في صناعة الرسالة الإعلامية. ريبوست بس حطي كوت، أنا أحب فوق الريبوست لازم يصير فيه تعليق. معنا اتصال أبو حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا. الله بخير جميعا. ساك الله بمثله، هلا والله. أبو يوسف، أول شيء حبيت أشكرك على الكلمة اللي شاركت فيها في المحفل في يوم الوطني السعودي، صراحة كلمة كانت جزلة ووافية، بارك الله فيك وكثر ربي من أمثالك. الله يحفظك، مشكور يا أبو حمد. سلمك. ولكن كونكم إعلاميين عندكم رسالة إعلامية تقدمونها، سواء كنتوا قطاع خاص أو حكومي، عندكم رسالة إعلامية ثابتة وسياسة معينة تمشون عليها. نعم. أنا أمثل المجتمع، أمثل الصوت الشعبي، أنا مواطن ما لي أي صفة رسمية وأتكلم من قلبي وما لي لي ما في لي أي مصلحة. لك صفة، أنت مواطن، وهذا يعني مواطن كويتي وخليجي. نعم. وهذه أفضل صفة تطلع تتكلم فيها. القصد الله يسلمك إن أنا ما قاعد أعمل وفق مثلا سياسة عامة أو أجندة محددة. شو بتقوله؟ إيه اللي بقوله الله يحفظك. اليوم السعودية حالة استثنائية، أنا كويتي ولكن ما في كويتي اليوم ما يحب السعودية. نعم. والأسباب كثيرة، في شيء تاريخي وفي شيء حاضر اليوم، وإن شاء الله بالمستقبل راح تكون في أشياء أكثر. ما في كويتي، يا يده من صوب أمه سعودي، يا ولد خالته سعودي، يا رأي العمته سعودي، فبالنهاية الدم عندنا إحنا مختلط ومتشابك لدرجة أكبر من المعقول. بدليل حتى الملك سعود رحمة الله عليه كان مولود بالكويت. نعم. بداية بين الدول ما تشوفها، الملك عبد العزيز اللي أسس السعودية اللي اليوم احنا نشوفها طلع من الكويت قبل الله يأسسها، والشيخ جابر رحمة الله عليه قبل الله يرجع الكويت بعد التحرير طلع من السعودية. هذه شغلات ترسخت فينا مع الوقت، هذا يمكن احنا الجيل اللي عشنا وقت الغزو. طبعا آبائنا واجدادنا لهم أسباب أكبر وأعمق منا، ولكن اللي قاعد يصير اليوم السعودية تمثل لنا، وطبعا ولا بصورة من دول الخليج. إذا دول الخليج كانت خيمة، سعودية عمود، وهذه ما ننساها، لازم نثبتها ونذكرها ونعلمها لعيالنا بغض النظر عن الإعلام الرسمي وغيره. هذه بكل بيت موجودة، ما في مجال ولا نناقش ولا نزايد ولا نكابر ولا لنا مصلحة، لأن الكويت والسعودية وسائر دول الخليج مصيرهم واحد وهدفهم واحد ودينهم واحد ولغتهم واحدة وتاريخهم وعاداتهم وكل أمورهم، يعني اللي نلتقي فيه أكثر من اللي يلتقون فيه أبناء شعب واحد من دول أخرى. صدق. فهذا الشيء لازم احنا نوثقه ونأصله. زي خالد، يعني أنا في شغلة، متى آخر مرة زرت المملكة العربية السعودية؟ وين رحت؟ خليني أقول لك شغلة ثانية. أنا ولد خالة أبوي الحين عندنا بالبيت سعودي. أي ما شاء الله. ونعم. وأبوي أول أمس راد من السعودية معه. فالموضوع يعني كأنك قاعد تقول لحمد يقول جهرة، ما تقول دولة ودولة. إيه. عسى ما قال لكم عسى ما قال لكم جاسم باقي الشركة. لا. الله يسلمك حبيبي. تحية للسعودية والشعب السعودي والقيادة وجميع من يحب السعودية. مشكور. ربي يحفظكم ويديم عليكم الخير. مشكور يا خالد. السلام عليكم. شكرا يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا ينضم معنا في هذه الأثناء، وكنا يعني طيب عن ذكره، كنا بذكر الشاعر أحمد علوي مع أبو شعيل قبل شوي. سارة معنا الشاعر أحمد علوي. مساء الخير أستاذ أحمد. يا مرحبا، سعد الله مساكم. ومساك يا رب، تكونون بألف خير. قل لنا مشاعرك وارصد لنا الحالة اللي أنت تحس فيها في هذا اليوم العزيز. أولا الحمد لله، كل سنة إن شاء الله وطني بألف خير. آمين. ونعمة نهار ورخاء يا رب. آمين. ويحفظ قيادته وشعبه ويحفظ أشقائنا ودولنا، الدول الشقيقة، دول مجلس التعاون وشعوب وقياداتها، وإن شاء الله وكل سنة إن شاء الله وأنتم في محبة معانا، وإن شاء الله دائما على الخير متلاقين. آمين يا رب. آمين وياكم يا رب. لك عدد من الأعمال الوطنية هذا العام، خلنا ندردش على عجالة أستاذ أحمد عن هذه الأعمال. أي نعم، الحقيقة تشرفتنا السنة هذه إنه حنا سوينا مجموعة من الأغاني الوطنية للمملكة. أنا وأخوي راشد الماجد قدمنا أغنية جميلة من ألحان أحمد الهاد اسمها وطن القلب. نعم. وقدمت كذلك مع الفنان عباد
أغنية فوق رأس العز من ألحان ركان. نعم. ومع الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد أغنية أطهر تراب الأرض من أحمد الهرمي. وصولا إلى الأغنية الجميلة اللي طرحت عندكم اليوم بمبادرة كريمة ورائعة مع الأستاذ نبيل الشعيل، أغنية زاد الغلا أو يا بيرق أهل العز. حقيقة أغنية بيرق أهل العز. نعم. هي أغنية أنا من ضمن الأغنيات السابقة أو نفس الجهة السابق اللي سويته في الأغنية السابقة بين مع نجومنا. أغنية هي لاين عبر عن مدى الحب التاريخي والترابط المتجذر ومتواصل بين الشعبين وبين القيادتين. صغناها بشكل عاطفي لأنه الآن إحنا دائما نعزز الروح الوطنية بين شعوب وقيادات دول الاستطلاع. يعني فترة كانت بالحماسة والاعتزاز، الآن نعبرها بالشكل العاطفي القريب لجمهور الشباب أكثر حتى يشعرون بالأغنية. وحقيقة شاكر أخوي راكان الحقيقة على إبداعه وفناننا براك الطوع الموزع، وطبعا جهود الأستاذ نبيل، والشكر كذلك لوزارة الإعلام الكويتية وتلفزيون الكويت على هذه المبادرة غريبة عليهم. والحمد لله يعني الله يعافيك. أنا عندي زميلي عبد المطلب نذر مذيع نغم الصباح يقول لي يا حظك مستضيف الشاعر أحمد علوي، أنا كان خاطري إني أستضيفه، فصار في حسد أستاذ أحمد على اتصالك معنا، صار على قولتهم صار مخالط. الله يعزكم ويكرمكم، حاضر لكم جميع. ها طلب لكم اخوان وحبايب يطالبك يقول 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 اطالب استاذ احمد يطلع ويانا باتصال في نغم الصباح. عاد انت يعني على قولتهم مورنينج بيرسون، انت قاعد الصبح ولا يامرون الله يعافيك. برنامجهم من 6:30 للتسع الصبح. اتشرف الله يعافيك. اتشرف الله يحفظك. اتشرف الله يعافيك. يسلمك يا رب حبيبي، كل عام وانتم بخير. الله يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وفنها الجميل. اللهم آمين. ومنها للأعلى ودوم بعز إن شاء الله، تحلمون وتحققون إن شاء الله بإذن الله وياكم إن شاء الله. الله يحفظك. وكل عام ومحبتكم لنا بخير ومحبتنا لكم بألف خير يا رب. عسى الله يحفظك. شكرا 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 شكرا. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. وايد حلو بيوسف الأجواء اللي قاعدين نعيشها، وجميل جدا يعني خلينا نقول الوضع ان احنا قاعدين نراقب هذه الاحتفاليات واللي قاعد يصير في الشارع، تويتر، انستغرام، التهاني اللي قاعدة تي لايف قاعد يصير، الاحتفال موجود يعني قاعد إيه؟ توصلني مشاركات بالانستغرام يعني مستمتعين. واليوم يعني الخليج فل ايفنتات على اليوم الوطني السعودي 93. وايضا اليوم بعد بنوه ان هناك كان في احتفال باليوم الوطني السعودي بمشاركة الشركة الكويتية لنفط الخليج في مجمع الأفنيوز، ابتدى الساعة 6 وما زال، وبمشاركة وزارة الإعلام ومجموعة وسائل الإعلام الكويتية والخليجية والعربية. بنبارك لكل أحبابنا السعوديين هذه الفرحة، أنتوا تستاهلونها، وإحنا مستمتعين بمشاركتكم هذه الأفراح وهذه المشاعر. يعني اليوم القفزة الجميلة اللي حققتها المملكة العربية السعودية على يعني كافة الأصعدة في مختلف القطاعات، هذا أمر يخلي أيضا لليوم الوطني مناسبة جميلة للتعبير والاحتفال بمثل هذه الإنجازات. فهنيئا للمملكة العربية السعودية بهذه القيادة وهذه الرؤى وهذه الأحلام التي تحققت، وما زال الحلم مستمرا وما زالت الأحلام تتحقق بفضل القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية والشعب الطموح الواعي اللي يعي أداء أدواره. فعساكم على القوة والله يوفقكم ومنها للأعلى. متى آخر مرة زرت المملكة العربية السعودية؟ سنة أعتقد
قبل كورونا من زمان يعني. لا يبيلك. يبيلي يعني أنا. بأقرب فرصة. إذا خلوك المارينا. قاعد أشوف قاعد أشوف المشاريع اللي قاعدة تصير ومناطق السياحة اللي موجودة. يعني خلينا نقول العلا عندهم المنتزه والمكان. أنا العلا صديق أنا ما رحت. أي. العلا صج بخاطري أروح. جميلة بالصور. شنو هل يعني. ما أدري هذا صج. جميل جميل يعني تتجولين بحلم. اي بيئة صحراوية يعني بحتة وفيها واحة وفيها بس ان انا اول مرة احس بشعور الاجانب لما يجون عندنا الكويت يقولون نبي نروح الصحراء ونشوف الصحراء. اول مرة افهم شنو قصدهم لما شفت موقع العلا صراحة. يعني ابو يوسف في شغلات يعني متنوعة عن المملكة العربية السعودية ما كنا نعرفها وما كنا ندري عنها. ان ترى البيئة الجغرافية عندهم متنوعة، عندهم ثلوج وديان انهار شعاب مرجانية يعني. وراح يصير عندهم استضافة حق الألعاب الشتوية الآسيوية عشان عندهم جبل ثلج أو عندهم منطقة ثلجية في 2029. هذه من الشغلات اللي أعلنوا عنها. أيضا تفعيل موضوع الجزر اللي راح يشتغلون عليها كوجهات سياحية إن شاء الله في القريب العاجل. على فكرة كانت الدوري السعودي اليوم، شوف الدوري السعودي مجموعة اللاعبين النجوم الآن اللي يتواجدون في الدوري قد يكون أفضل من دوريات على مستوى القارة الأوروبية الآن موجودة. حجم الأسماء وثقلها اللي موجودة في الأندية السعودية هذا أمر أيضا يحسب في جانب تطوير السياحة والرياضة والصناعة، لأن صناعة الآن الرياضة أصبحت صناعة ويعني قد تكون مستقبلا واحد من أهم يعني مصادر دخل المملكة العربية السعودية. بالضبط بالضبط، هذا القائد ذكي صراحة. في يعني خلينا نقول إذا أنت تبي تبني حضارة وتبي تبني أمة وتبي تبني مجد بيوسف، لازم نبدي بالترفيه، نبدي بالثقافة، نبدي بالفنون، ومنها زين تبنى الأخلاق ويبنى العلم ويبنى العمل. يعني هذا التدرج اللي مشوا فيه ما هو يعني تدرج خلينا نقول اعتباطي، لا شيء مدروس. حتى لما تشوف على مشاريع الخدمات اللوجستية اللي شغالين فيها، سكك الحديد، شبكات الربط، اهتمامهم في موضوع الاستدامة واستقطابهم على ان احنا نكون في منطقة الشرق الأوسط احنا اللي نصدر الطاقة الخضراء للخارج. أطلقوا السعوديين روبوت بشري اسمه راكان. يعني هو هذا في أحد المعارض كان يستقبل الناس ويرد على الاستفسارات اللي من الزوار. أيضا يعني هذا كان سبوت مهم في مرحلة ما. أيضا ريانا برناوي وزميلها علي القرني أول رائدي فضاء سعوديين اللي انطلقوا إلى المحطة الدولية على متن المركبة دراغون كرو لشركة سبيس إكس. يعني السعوديين الآن توغلوا في حقول وميادين يعني كانت في يوم ما بعيدة. لكن اليوم كانت لنا خيال علمي نشوفها. مدينة نيوم خيال علمي. حلموا وحققوا. لأن يعني الأمل لما يكون مصحوب بعمل أكيد في نتيجة. لفتت نظري وأنا أتجول أيضا في تايم لاين في حين نقول تويتر ولا أكس، المهم أكس، سعودي في الاحتفال. شو إيش حاط من باب التميز، أنا مش بني آدم أنا سعودي. صورة جميلة ويحق لكم تحتفلون ببلدكم وبإنجازاتكم. 93 سنة شامخة والمملكة العربية واقفة ويعني تبدع في شتى المجالات، عساكم على القوة. خل يعني نوقف أيضا سارة بفاصل، ما راح نطول عليك لأن باكر وراك نغم الصباح. اي والله ما راح نطول عليك بس مستمتعة ما عليك. خل نشوف أيضا مشاركات بعض الفنانين. أبو عبد الله ولا أبو سميرة ولا أبو مظفر ولا شو اسمه خالد مظفر، يلا تفضل. بيوسف أنا مشاعري لا توصف في هذا اليوم.
يعني وايد مستانسة ووايد يعني فرحانة في أن أنا تكون لي هذه الفرصة بالذات يعني مع الشعب السعودي ومع اليوم الوطني السعودي. بلاد الحرمين، بلاد اللي جمعت الناس على الأمن، البلاد اللي تسعى حق الحياة الطيبة للشعوب، اللي تسعى لتحقيق النمو السعودية بموقعها الجغرافي وبمكانتها، صارت لاعب مهم في المسرح العالمي ويحرك خلينا نقول القيادة ويحرك المنطقة باتجاه إحنا قاعدين نراقبه. والشعار اللي تم رفعه في هذه الاحتفالية نحلم ونحقق، شعار ما كان فقط لهم، كان حافز لنا إحنا، بحيث ان احنا نتعلم من هذا الشعار ان في قدامنا طريق لازم نسلكه، ما نحطه في اطار الحلم بل نبذل فيه مجهود، والمجهود اللي تم بذله بالسعوديه بارقام بحقائق بمجهود، وهذا المجهود ما يا من عبث، يا من حب وايمان بالتغيير وبرؤيه يعني خلينا نقول واعده، هي رؤيه 2030، وجادين في ان هم يتخطون ويوصلون حق المشاريع اللي وصلوا لها اليوم. فانا يعني اغبطهم على يعني على الفرحه اللي هم فيها، وهذه فعلا احتفاليه حقيقيه باشياء منجزه على ارض الواقع، هكذا يفرح المواطن. عساهم دوم مستانسين وفرحانين. كل عام والمملكة العربية السعودية وأهلها بألف خير، والله يعني يتمم عليكم هذه الأيام الجميلة وتعيشون برخاء وأمان، وإن شاء الله منها للعلة تفرح السعودية، نفرح معاها، تنجز السعودية، نحتفل علشانها. فعساكم على القوة وموفقين. شكرا لطبعا الإذاعة الزميلة MBC FM على هذا التعاون الجميل مع إذاعات الأف أم في الخليج والوطن العربي. تشرفنا بمشاركتكم هذه الاحتفالية، وإن كانت بسيطة لكنها تعني لنا الكثير. شكرا لأخوي مدير الإذاعة أخوي ياسر الشمراني، وشكرا للطاقم الفني والإداري. أكيد يعني أنا أعي تماما هذا الجهد الكبير اللي تقومون فيه، أكيد هذا فريق عمل يواصل الليل بالنهار لي يعني يجمعنا جميعا على طاولة وميكروفونات نتباهى بالسعودية ونعبر عن مشاعرنا وما نكنا للمملكة العربية السعودية ولأشقائنا. دائما نفخر بإنجازاتكم، ودائما أنتم يعني تقودون المنطقة إن شاء الله إلى ما فيه خير، وعساكم على القوة. إن شاء الله تتجدد اللقاءات في المناسبات الوطنية الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، وأيضا فبراير المنتظر اللي راح يجمعنا معاكم، وراح نكون إحنا البادين في خطوات تجميعكم على هوا إذاعة وتلفزيون المارينا. تصبحين على خير، تشوفك بعد ساعات في نغم الصباح. بس نبي المستمعين ملوت نغم الصباح بسرعة يجهزون نفسهم حق الاتصالات باكر. الحين قاعدين يشترون الحين أغراضهم عشان يردون باكر، تريقون ويسمعونكم. عساكم على القوة، شوفكم إن شاء الله باكر في يعني بداية أسبوع جديد، نتمنى فيه التوفيق للجميع.